الامانه دي هيشيلها عم سامح. الله عليك. عم سامح انا يا بنتي. ايوه عم سامح. لا تعليق بجد، لا تعليق يا بت، ده اكتر واحد هينصب عليكي يا بت، ده ياكل مال النبي. انت راجل بلدياتي. عم سامح انت راجل بتاع ربنا، انا ما شفتش حد بيركعها هنا غيرك انت يا راجل يا طيب. مستحيل تغدر بيا. ونعم بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا بنتي دي مسؤوليه كبيره انا مش قدها، ما تشيلنيش مسؤوليه ارجوك يا بنتي ارجوك. لو النبي يا عم سامح عشان خاطري انا، ما فيش حد هيشيل الفلوس دي غيرك، وبعدين هم يوم ولا اتنين بالكتير. طب تمام تمام يا بنتي، هتيجي تلاقيهم في الحفظ والصوم في اي وقت، عدي عليها هتلاقيهم زادوا. يا بنت سيبيهم معايا اقعد. بنت هبله، ده سبع اللي ما بيفرقش البطحه وشه منور عنه. تسلم يا جينيوس. يا بنت كريزي ووتر. طب انا وسكر نصيبنا اكبر من سامح بكتير، اكيد مش هنطمع فيهم. اخ من كنتوا انتوا، ده انتوا بريه من كنتوا، ده انتوا الجوز كده انا بعد صوابع العشرة بعد ما اسلم عليكم انتوا. لا 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 البسي. انا خلاص فكرت وقررت، عم سامح هو اللي هياخد الفلوس، وانا يوم ولا اتنين يا عم سامح اوعدك هكون عندك مش هتاخر عليك. شكرا يا بنتي على ثقتك الغاليه. شكرا. تستاهل كل خير والله. متدين تدين ظاهري. انت لازم تشرح لنا هتاخد ال5 مليون دول وتنزل بيهم البلد ازاي. لا ما انا اتفقت مع الواد الحرامي ده ياخد 5000 جنيه ويوصل. ايه 5000؟ يا ابن اللعيبه، وانت اللي كنت هتوديني شبرا وتاخد 10 بواكي. لا بقول لكم ايه، اتكلموا معايا باسلوب احسن من كده. انا دلوقتي بقدم خدمه سوبر، واللي مش عاجبه يركب اوبر. 10000 ايه اللي انت عايزه؟ انت عايز تفهمني ان مشوار شبرا زي المنوفيه؟ انت نصاب على فكره. بس يا بت سعر الشحن ثابت اينما كنت. انت بتقول اي كلام وخلاص. بقول لكم ايه، انا لازم اتحرك دلوقتي، الجماعه قرايب غزال دول انا مش مطمنه لهم، حاسه ان هم شاكين فيا. خد يا عم سامح، انا اخدت رزمه بس كده يعني اجيب شويه حاجات كده واظبط نفسي عقبال ما اجي لك. تمام يا حبيبتي، رزمه ب 10 يبقى 800، يبقى لك عندي 840000 على راسي. خلي بالك يا عم سامح، اوعى تقفل تليفونك. لا لا ابدا، مع ألف سلامة. مع ألف توكل على الله. الله يخليك. مش هتأخر عليك. نجلة، أهم حاجة ما تديلهمش أي سبب يشكوا فيكي. يا بنت ما تخافيش، إحنا كلنا في مركب واحدة، ولو في أي حاجة كلمي الواد حمادة. يا سلام، إشمعنى حمادة بقى؟ عايزين تجيبوا لي نصيبة؟ أنتوا مش لسه قايلين ما حدش يكلم التاني خالص؟ ما تبقاش ضايق كده، كأنها بتكلمك تعمل أوردر للمحل يا أخي، مش بتكلمك شخصيًا يعني.